أسهل وكيل البطريركي في شمال الأردن قدس القرش مدريد فينيديكتوس كيال، خدمة القداس الإلهية الاحتفالية التي أقيمت في كنيسة الروح القدس بعجلون بمناسبة أحد متى السادس، بمشاركة قدس الأيكونومس غريغوريوس الريحاني وبحضور جمع من المؤمنين من أهالي المدينة. وقال قدس الأب كيال في عظة القداس إن الروح القدس وعلى لسان البشير متى يحدثنا عن معجزة أذهلت الجميع، وهي لا تتمثل فقط بكونها تظهر سلطان المسيح على جسم الإنسان، بل أيضا على غفران خطيئته. البشير متى اليوم في الإصحاح التاسع بيخبرنا في هاي الأعجوبة، ولكن البشير مرقس في الإصحاح الثاني بيحكي عن هاي الأعجوبة كمان، ولكن يعني تفصيل أدق شوي. فإذا منأخذ من البشير مرقس بيقول إنه الرب يسوع المسيح كان موجود في بيت في مدينته، مدينته شو هي؟ الناصرة. وكان وين بيكون الرب يسوع؟ دائما بيكون في جمع كتير، دائما الناس بتكون موجودة حواليه، دائما الناس بتكون بتزاحم وبتخانق وبتدافش حتى إنها تكون قريبة من الرب يسوع، حتى إنها تشوف شو رح يعمل الرب يسوع، حتى تسمع شو رح يحكي الرب يسوع. ففي هذا البيت ما كانش في محل لحد إنه يطلع أو يدخل، وكانوا في 4 أشخاص حاملين إنسان مخلع مشلول. كان الوضع صعب إنهم يفوتوا، بس كانوا بدهم الرب يسوع، كانوا عارفين ومؤمنين بأنه الوحيد اللي رح يشفي هذا المخلع هو الرب يسوع. فما خلوا صعوبة الوصول لداخل المنزل إنها تعيقهم، أو حتى لما الناس أجوا بدهم يفوتوا كشوهم، أو لما لقوا الشبابيك إنها صغيرة وما بتوسع إنه يفوتوا منها. كل هاي الصعوبات اداركوها وطلعوا وهن حاملين هذا المشلول على سطح المنزل، وفتحوا السطح ودلوا المشلول في الغرفة اللي كان فيها الرب يسوع المسيح حتى يوضعوا هذا الإنسان المريض أمام الرب يسوع. هذا كان إيمان هدول الأشخاص الأربعة، وكان إيمان هذا الإنسان المشلول إنه يسوع هو الذي سوف يشفيني. وكانت الناس الكتير الموجودة شايفة إشي واحد، في واحد عم بنزل من السقف، المريض المشلول اللي منعرفه ابن فلان اللي ساكن جنب فلان في الشارع الفلاني، هذا الإنسان المريض المشلول. بس اللي ذهل اليهود كانت إجابة وردة فعل الرب يسوع اللي بيشوف خفايا القلوب، مش بس الظاهر، مش بس القشرة الخارجية، ولكن بيشوف الرب يسوع المسيح القلب. شو في جوا؟ شو في جواك؟ شو في جواكي؟ شو الألم اللي احنا منحس فيه؟ فعرف الرب يسوع انه هذا الإنسان مش بس مريض جسديا ومشلول، ولكن هو مريض روحيا، مريض بالخطيئة. الخطيئة في قلبه بتوجعه بتغزه، قلبه مجروح من هاي الخطيئة. فمشان هيك قال له يا بني مغفورة لك خطاياك. لما شاف الجمع وسمع هذا الحكي انه يا معلم شو بتحكي، هذا الزلمة مشلول، بدل ما تشفيه بتقول له مغفورة لك خطاياك؟ بعدين مين انت مشان تغفر لإنسان خطاياه؟
قديش كانوا قريبين من المسيح ولكن لم يستطيعوا إنهم يفهموا ولا يشوفوا الإله الرب المخلص يسوع المسيح المسيا المنتظر، لأنه كانوا بيستنوا مسيا آخر، بيستنوا مسيح شكل تاني، ملك ومخلص من الاحتلال للشعب اليهودي، أقوى وعنده جبروت أكبر. فهذا الإنسان ابن النجار ما كان عجبهم، ولكن حتى فهمهم الرب يسوع المسيح بالسلطة الإلهية اللي كانت بإيده، لأنه هو الإنسان الإله يسوع المسيح، شفى الإنسان من خطاياه، وبعد هيك شفى الإنسان من مرضه الجسدي. وفي الختام تقدم قدسه بجزيل الشكر للرعية على حرصهم الدائم على المشاركة بالذبيحة الإلهية، متمنياً البركة والنعمة للجميع.